في التمثيل مش صباح الخير أعزائي المشاهدين. يعني أنا بصبح على حضراتكم صباح جميل شريف. إن شاء الله بأمر الله دي حلقة كده يعني تكون موفقة وجميلة. وإن شاء الله أنا دايما كده بحب أبدأ يومي بالطاقة الإيجابية. وشعار خاص يعني سامحوني وإن أنا أقول الشعار الخاص ده إيه، ألا وهو شعار طاقة إيجابية مهما كانت الظروف وتحت أي ضغوط. طيب نبدأ بس الأول طبعا ما ننساش ضيفنا الكبير العزيز النجم الكبير الأستاذ عمر السيد. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يا مرحبا يا فندم. مرحبا بيك. الأستاذ عمر السيد يعني لو جينا نتكلم كده هنقول الأستاذ عمر السيد ده حالة. إيه الحالة؟ هي حالة كده يعني إيه؟ يعني حالة جميلة وحالة جديدة. هو أولا النجوم بتبدأ إيه؟ يعني مثلا إسماعيل ياسين، عبد الفتاح القصري، عبد المنعم إبراهيم، يعني عشان ما ننساش حد. وبنقول كل النجوم دي بدايتهم كانوا إيه؟ إيه البداية؟ طب البداية يا أستاذ عمر، الكلام ده إجابة السؤال ده هنعرفه من النجم الكبير الأستاذ عمر. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. طبعا ما ننساش طبعا نجومنا القدام دول، طبعا احنا اتعلمنا منهم كل حاجه، وهو ده زمن فن جميل فعلا. ايوه يا فندم، احنا عايزينك بقى تتكلم عن نفسك ازاي، او انت يعني ايه طريقك وايه هدفك ان انت توصل ل ان شاء الله العالميه. تمام. هو مش اتفضل اتفضل. حضرتك انا من صغري بمثل في المدرسه. جميل. وفي المعهد. جميل. وفي الجامعة. خريج كلية التجارة. ايوه. لكن لسه ما ساعدنيش الحظ ان انا يعني اظهر، بس تمام. انا بسعى. تمام. وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله. ده جميل. ده جميل. دي حاجة كويسة جدا. اولا احنا بنقول مرارا وتكرارا. على ايه؟ حاجة مهمة جدا. ايه الحاجة المهمة؟ يعني احنا يكون يا جماعه لينا هدف، يعني ما نمشيش من غير هدف. احنا لينا هدف ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيحققه لا محاله، لان هو ربنا سبحانه وتعالى اللي امرنا بكده، فخلاص هي خلصانه. طيب عشان نسعى لتحقيق الهدف لازم يكون في مقومات. ايه هي المقومات؟ المقومات دي يعني هنقول مثلا ناخد بالاسباب. اول شيء قبل كل شيء نتوكل على الله. طبعا التوكل على الله وليس التواكل زي ما قلنا قبل كده. ايه المقومات؟ المقومات دي هنعرفها من الاستاذ عمر، ان هو ايه المفروض نعمله عشان نوصل الهدف بتاعنا. السعي. السعي، ولازم كل شخص، مش شرط فنان، لازم يشتغل على نفسه كويس جدا بكل تمام. حاجه تمام. وربنا يوفق. لازم السعي. طيب سعي. نقولها بشكل عملي شويه، ممكن نفسرها شويه. السعي ازاي؟ يعني احنا نعمل ايه؟ خطوات بقى. حد لحضرتك مثل مثلا. اتفضل. مثلا يا فندم لو في مجال دراستك تمام عايز يعني تبقى حاجه احسن، لازم طبعا بتاخد، المفروض تاخد كورسات كمبيوتر، تتعلم جميل. لغه. جميل. هو ده اللي مقصدي، ان انا اشتغل على نفسي. تمام. بيبقى ليك فرص اكتر. تمام. من كده. تمام. ده جميل. ده جميل. تمام. وتكملة لكلام النجم بتاعنا ان شاء الله نجم المستقبل العالمي، انا اتوقع ان هو يبقى نجم عالمي. ليه بقى؟ عشان هو قال كلام جميل جدا وكلام مفيد جدا، ان هو الواحد يشتغل على نفسه وياخد بالاسباب اولا. ثانيا ان هو يعني مثلا انا عارف نفسي ان انا ضعيف مثلا في اللغه، اقوي نفسي في اللغه، حابب اخد لغه تانية معاها سهله، خدت اللغه الاولانيه اللغه التانية تبقى اسهل. مثلا اقوي نفسي في الكمبيوتر، اخد دورات مهنيه، اشتغل على نفسي بشكل احترافي وجيد. ده كله بيفيدني وبيفيد كمان اللي حواليا، يعني باخد طاقه ايجابيه، انا اللي حواليا بياخدوا طاقه ايجابيه زيي، ودي حاجه كويسه. تمام. طيب الاستاذ عمر في يعني في نهايه الفقره بتاعتنا البسيطه دي ان شاء الله، وتكون مهمه ان شاء الله، تحب تقول لنا ايه
عن نفسك برضو، يعني ايه هدفك، نفسك ايه الهدف بتاعك تحققه، والمقاومات برضو. اتفضل. حضرتك كل واحد بيبقى عايز يبقى احسن احسن تمام. واحسن اكيد. الفتره الجايه دي ان شاء الله بحاول اشتغل على نفسي اكتر. جميل. و بحاول اشوف اي فرصه اني اطلع على الشاشه. جميل. انا فعلا يعني التمثيل حاجه بحبها جدا. فاتم انت على الشاشه بالفعل دلوقتي. انت بالفعل على الشاشه يا فندم. يا مرحبا. اتفضل. وربنا موفق. انا بشتغل على نفسي على قد ما اقدر وربنا موفق. هو في حاجه؟ طيب نشكر الاستاذ عمر، وان شاء الله في حلقات متتاليه، وبنحيي الساده الجماهير. اهلا بيك. وبنقول لكم تصبحوا على خير، صباح الخير ومع الف سلامه. اهلا بيك. اهلا بيك.